إذن أنباء أخرى يا سيد عمر، تتحدث عن وصول السيد مقتدى الصدر إلى بغداد، ولربما سيدخل هذه الجلسة. إن صحت هذه الأنباء، كيف سيفسر حضور السيد مقتدى الصدر؟ أنا أرى بأن مجيء السيد مقتدى الصدر في إلى بغداد هي انتقالة نوعية، ويعني حدث لم تشهده الساحة السياسية من قبل. السيد مقتدى الصدر يبدو أن هذه المرة هو عازم وجاد على ومصر على الذهاب بحكومة الأغلبية الوطنية. في السابق كانت هنالك فقط قصاصات، ولكن يبدو أن هذا اليوم وحضوره إلى جلسة مجلس النواب سوف تكون هي قرار حقيقي وإصرار كامل على المضي بهذا المشروع والذي يسعى إليه، وهو مشروع الإصلاح، من أجل أن تكون هنالك حركة تصحيحية جديدة تغير السلوك السياسي القادم في العراق. سيد عمر، وأجد تحية بك ثانية. تغريدة زعيم التيار الصدري فسرت على كثير من الأشياء، أحدها كان أن التيار متخوف من خوض تجربة هذه الجلسة والاعتماد على الكلمة فقط. بماذا تعقب؟ يعني بصراحة شديدة، اليوم الجميع متخوف والجميع لديه وجل من هذه الجلسة، على اعتبار بأنها سوف تكون نقطة شروع حقيقية لانطلاقة جديدة ومن أجل تغيير المسار السياسي القادم في العراق. المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة، وما سوف ينتج عنه اللقاء أو الاجتماع الأخير بين السيد حسن العذاري والسيد محمد الحلبوسي قد يكون هنالك حلول جديدة أو مقترحات جديدة قد تبدأ تلوح في الأفق بما يتعلق بكيفية التعامل مع موضوع المستقلين والطلبات 17، وفي حال كان هنالك أي أشياء جديدة قد طرأت على 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 أرض الواقع. نعم. ولكن أنا أرى بقرارة نفسي ينبغي تكثيف الحوار، وينبغي التفكير بجدية على إنجاح هذه الجلسة من أجل أن لا نذهب إلى فراغ دستوري حقيقي قد يؤثر على الوضع الأمني، وقد تستغله بعض الدول الإقليمية من أجل ضرب المصالح العراقية.